يتقدر الشهداء وأن يشافي جرحانا جميعا إن شاء الله تعالى. وعن قريب بإذن المولى عز وجل سوف ترفع راية الحرية فوق جامعات سوريا كلها بإذن واحد أحد. وشاح العز جامعة حلب وشاحي وشاح العز جامعتي وشاحي وشاح العز يا سوريا وشاحي ولون الدم مشغول بسلاحي وبعد الليل وبعد الليل يا بهلل يا صباحي على الكروم وحتى الكروم كسف المآذن علينا وهدم الطار هدم الطار وحرق المصحف وين الإسلام يا للعار يا للعار وحرق المصحف وين الإسلام يا للعار يا للعار وكبر عليهم يا الله يا ابن بلادي بشهادة بشهادة الله أكبر أبو مالك حلمه يما بشهادة بشهادة الله أكبر ونجيتك يما مستشهد زغريدة زغريدة الله أكبر الأمانة سيروا ع دربي يا أخواني الشبيحة هالأعادي هالأعادي الله أكبر قتلوا أمي وخيي وشرد ولادي ولادي الله أكبر قتلوا أمي وخيي وشرد ولادي ولادي الله أكبر على بالعالمية لما نهتف سوا علي حتى يرد عليهم بهذا الرد. ما هو سبب قتلهم؟ ما هو سبب قصفهم؟ رأينا البارحة تلك المشاهد، تلك الأشلاء وتلك الجثث وهذا الدمار الذي يملأ المكان.
نعم روت دماء هؤلاء الشهداء تلك الأرض لتزيدها كرامة وعزة. أشلاء ستشهد على تقصير العالم أجمع. جاب الشب حب سلاح رمانا وفكر للدباب معدانا وطلعت حتى يكسفنا فيها سوريا سوريا بلد عمر روح بديا سوريا طنا إلهنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك إلهنا لا يرد أمرك ولا يغلب جندك سبحانك وبحمدك اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إنا مظلومون فانتصر اللهم إياك نعبد وشبيحة الأسد له عابد ولك نصلي ونسجد وشبيحته له ساجد وإليك نسعى ونحقد وهم إليه ساعون نرجو رحمتك ونخشى عذابك تاجد الشام وأجداده وأغواله فإنهم لا يعجزونك اللهم أحصهم عددا اللهم اقتلهم بددا اللهم لا تغادر منهم أحدا اللهم إنهم خيرون